مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الخميس 20 اكتوبر 2022. بما انه الازمه الاوكرانيه دخلت في منعطف خطير باعلان الرئيس فلاديمير بوتين حاله الحرب في الاربع اقاليم المنضمه حديثا الى روسيا باستفتاء شعبي ديمقراطي اللي هي خرسون وزاباروجيا ولوغانسك والمنطقة الرابعة اللي هم كانوا أول منطقتين عليهم المشاكل مع الناتو أو مع أوكرانيا كبلد يعني، وقيل إن هم كانوا بيعذبوا المواطنين من أصل روسي اللي هي لوغانسك. المهم إنه النهاردة كمان في تصريح خطير لفلاديمير بوتين عن إنه بيحذر الناتو من مواجهة مباشرة مع روسيا. موضوع ده خطير جدا في الوقت اللي بتجتمع فيه قادة دول الاتحاد الأوروبي أو قادة الناتو ليصنعوا مناقشات حول أربع نقاط شديدة الأهمية مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع جنوني في أسعار الطاقة. ده أول حاجة. الحاجة التانية دعم أوكرانيا اللي بوتين قال النهاردة إن الناتو دعمها بأسلحة عسكرية ب 12.3 مليار دولار، يعني داخلين في 12.5 مليار دولار أسلحة عسكرية اتدينت بيها أوكرانيا عشان نشوف الأمور على حقيقتها. الحاجة التانية هما بيناقشوا مزيد من الدعم الأوكراني. الحاجة التالتة أو التالتة استراتيجية المناخ، مكافحة المناخ، وده طبعا هيصب عندنا كنتائج في كوب 27 اللي بنتمنى ان قمة بروكسل المنعقدة على مدار يومين الآن تصل الى نتائج جيدة. طبعا معروف ان بروكسلز او بروكسل دي عاصمة البلجيكية وفيها محكمة العدل الدولية في الهاي. لو وصلوا النتائج جيدة ممكن يقولوا لنا عليها في كوب 27 ان هم هيدعموا بمزيد من الاموال اذا كان لديهم اموال الاقتصاد الاخضر ودعم مكافحة التغيرات المناخية، طبعا درءا للزلازل والبراكين والحرائق وارتفاع درجة حرارة الارض، عشان نقول الامور بقى بوجهها القاسي اللي سببه الانسان. النقطة الرابعة بقى التكتل ضد الصين، ده اللي هتناقشه قمة بروكسل. التكتل ضد الصين الحقيقة عنوان من العار انه يكون عنوان سياسي. تخيل بنعمل مؤتمر نقول مثلا كيف نكسر وزارة كذا او كيف نهدم دولة كذا، يعني ايه التكتل ضد الصين؟ عملت ايه الصين عشان تتكتلوا ضدها؟ وهذا التكتل هيكافح ايه؟ التقدم الاقتصادي بتاع الصين ولا التقدم العسكري ولا دعمها لروسيا من تحت الترابيزة هي وكوريا الشمالية؟ قمة بروكسل مش عايز أقول متخبطة، لكن عايز أقول مضروبة في مقتل. النهاردة عندنا خبر شديد الأهمية باستقالة رئيسة وزراء بريطانيا بعد 45 يوم، أقصر مدة رئاسية لرئيس وزراء بريطاني في التاريخ. بريطانيا أعمق إمبراطورية، خلينا نتكلم بشكل تاريخي سياسي، يعني مش هنقول ديمقراطية ولا هنقول، لا هنقول إمبراطورية. الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس، الشمس تغيب هنا تطلع هنا، ده تبعنا وده تبعنا. استقالت رئيسة الوزراء البريطانية بعد ما كان لها خطة مثيرة للجدل ومهمة جدا للتقشف، وارتفع الجنيه الاسترليني فور اعلان انباء استقالتها فورا. ده محور ما يتحدث فيه قادة العالم او قادة اوروبا طبعا، وراهم امريكا، واكيد القادة التانيين بيشوفوا هيعملوا ايه تجاه اللي بيتكلموا فيه القادة بتوع اوروبا في قمة بروكسل. اكيد لابد نناقش الموضوع ده في فقرة الحوار النهاردة، وحيكون معانا دكتور مهندس استشاري منال متولي خبيرة الطاقة والبيئة والمناخ، وهنحاول نشوف من وجهة نظر الطاقة ماذا ستفعل أوروبا
في دخول الشتاء، والشتاء كل سنة بيبقى أكثر شراسة، الشتاء قارس لأن المناخ كل مادة بيبقى قاري أكتر، لا بقى المعتدل معتدل ولا الدفيق زي ما هو ولا المتوسط زي ما هو، أصبحت الأجواء قارصة وشرسة. فإذا لو لم تجد أوروبا حلا بديلا للغاز الروسي ولمشاكل استيراد الحبوب، أعتقد أن أوروبا هتكون في حالة انهيار كارثي لمجرد أنها بتتبع أمريكا بلا التفات لمصالح شعوبها كما يقول المحللون.